هذه وقفات تربوية وعلمية مختصرة بأدلتها الشرعية عن فضل الوالدين، وسأذكر ما يعينني ربي على استحضاره وإلا فهي كثيرة جدا. الوقفة الخامسة عشرة: بر الوالدين، من تركه فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذل والخزي، قال كما عند مسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والدي أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وعند أحمد: من أدرك والدي أحدهما أو كليهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. وهذا حديث صحيح